من اول ما دخلنا العزبه والناس كلها كل حد يشوفنا يقول لنا لازم تروح المختار. حماس الناس دي بيدفعك اصلا ان انت لازم تروح تشوف مين الشخص ده، يعني لان هو ايام ما كان بصحته كان المؤدب وراجل محترم ومتعاون، وده مالي وبيعمل طيب وبيعمل خير وبيعمل كل حاجه. ربنا ارسل له مرض من عنده وهو صاحب التصريف، لا بيقوم ولا بيعمل، نشلوه نحطوه كده ونشلوه نحطوه كده، نقول الحمد لله وعنده ايمان بالله ونفتي وعايزنا نودوه الجامع كل وقت وكل اداء. ابن الجدع مختار جدع وراجل، والله كان راجل وجدع لسه راجل ولسه جدع. ازيك يا عم مختار؟ عامل ايه؟ مع جنبك؟ عامل ايه؟ الناس بتحبك اشمعنى يا عم مختار؟ نعم بقول لك انا عمري ما ظلمت حد وما اذيتش حد، واللي كان بيطلب خير كنت بنعمله. لو حد عايز يبسطك يعمل لك ايه؟ تجيب لك كرسي. كرسي مش عارف. ده انت كده معناه ان انت كل يوم رايح الشغل، كل يوم رايح الجامع، عارف شغل بتمشي دي. انت لما هتحركها مطرح ما هتحركها مطرح ما الكرسي يروح. انت بالصحة والسلامة يا مختار. دلوقتي دي احنا حطينا لك اليافطة بتاعت مختار ماركت. عارف موجود. ربنا يخليك يا مختار، ربنا يخليك.